الجزع في الشعائر الحسينية. الجزع هو غير الحزن وغير البكاء، إذ أن الجزع في اللغة هو شدة الحزن وعدم التصبر، وهو إظهار المرء للألم الشديد عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه، ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام. وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه في المزار بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور. وفي صحيحة معاوية بن وهب نقلا عن باب المزار في الوسائل، دعا الصادق عليه السلام بهذا التعبير: فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا.